السلام عليكم اصدقائي، معكم دعاء من قناه اسهل واسرع الوصفات. النهارده هنعمل مع بعض صابونه الافوكادو لتفتيح ونعومه البشره، هتعجبكم جدا، تابعوا للاخر. ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل يوم افكارنا الجديده ووصفاتنا السهله والسريعه. معانا هنا اول حاجه الافوكادو، قشرته وهبتدي اشيل البذره منه بالشكل ده كده. هنضيف عليه بقى اضافات تعمل على نعومة وتفتيح البشرة وترطيبها. هنضيف هنا علبة من الزبادي بالشكل ده كده، وهضيف عليه عصير ليمونتين، طبعا الليمون معروف لتفتيح البشرة، والزبادي لترطيب برضو البشرة. الصابونة تحفة جدا جدا للبشرة بجد، من اول استعمال هتشوفي الفرق. الصابونة رائع جدا للبشرة. بعد كده هجيب ورقة من الصبار الفريش، هغسلها كويس وهقطعها قطع مع الافوكادو والزبادي والليمون. طبعا كلنا عارفين فوائد الالوفيرا الصبار للبشرة، تحفة جدا جدا. بعد كده بقى هبتدي اخلط كويس جدا جدا المقادير كلها مع بعض بالشكل ده كده. وهي دي الخلطة اللي هنضيفها للصابون بتاعنا. معايا بقى هنا صابونة بالزيتون وصابونة جليسرين. هبشرهم الاتنين بالشكل ده كده. الصابونة اللي هي الجليسرين دي صابونة بالجليسرين، والتانية صابونة بالزيتون بزيت الزيتون. هنبشرهم بالمبشرة الاتنين. هنخلص بقى البشر بتاعهم وهوريه لكم دلوقتي بالشكل ده كده. بعد ما بشرتهم بقى هولع النار هادية جدا جدا، على نار هادية جدا جدا. هضيفهم في حلة صغيرة وهخلي النار هادية جدا جدا عليهم، بس هضيف معاهم برضو اضافات تانية. هضيف معاهم ماء الورد، هضيف عليهم شوية من زيت الورد. معايا هنا زيت الورد، هناخد معلقة كبيرة من زيت الورد هضيفهم عليها. وبعد كده هضيف كمان معلقة من الموارد، وهضيف معلقة كبيرة من زيت الزيتون عليها، وهضيف كمان معلقة كبيرة من زيت جوز الهند. هنضيف كده معلقة من زيت جوز الهند، وضفنا معلقة من زيت الزيتون وزيت الورد، وضفت انا بقى نص كوباية من الموارد. وكان عندي مصل اللبن ضفت عليه شوية من مصل اللبن، وفضلت اقلب فيه على نار هادية جدا لحد ما ابتدى يسيح خالص بالشكل ده كده.
هفضل اقلب فيه على نار هاديه جدا لحد ما يسيح، واتاكد ان الصابونتين ساحوا تماما معايا. بالشكل ده كده الصابون ساح تماما، وطبعا اختلط بزيت الورد وزيت جوز الهند وزيت الزيتون. الصابونة دي تحفة جدا للبشرة، تفتيح هايل ونعومة ورطوبة وترطيب رائع جدا للبشرة. لو جربتيها هتشوف الفرق، رائع جدا جدا. خلاص كده الصابون ساح معايا جدا واختلط بالمكونات الاولانية. هضيف بقى لي الافوكادو اللي خلطناه، هنضيف بس هو طبعا الافوكادو كتير، فانا ضفت معلقتين كبار والباقي احتفظت بيه في الفريزر عشان لو عملت مرة تانية صابون. زي ما انتوا شايفين كده طفيت النار بقى عليه وقلبته كويس جدا جدا لحد ما اختلط، وبعد كده جبت قوالب ونزلت فيها الصابون بالشكل ده كده، وطبعا هسيبه لحد ما يجف تماما، هي ساعتين تلاتة وهو بيمسك خالص وبيتحول لصابون معاكي. تحفة جدا جدا لبشرتك وسهل جدا وبسيط، وطبعا اقتصادي مفهوش اي مواد تضر البشرة، تفتيح ونعومة وترطيب رهيب جدا. هتلاحظي الفرق من اول استعمال، وطبعا اقتصادي، وفرنا كتير جدا. عملت اربع صابونات كبار جدا وتحفة جدا للبشرة، جربوها يعجبكم جدا جدا. وما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل يوم افكارنا الجديدة وصفتنا السهلة والسريعة، واشوفكوا فيديوهات قادمة ان شاء الله.